عسلمة مسيو. الله يسلمك وبارك الله فيك. قدم لنا روحك. أنا المواطن منصور بن علي الصغير من دوار اللواتة مع تمديد جبنية أنا ولاية صفاقس. مشكلتي تتمثل في عندي مركب سيد تشد في المياه التونسية، شدات السلطات الليبية دخلوه لطرابلس من 3 مارس. كيفاش تشدت؟ معناها هما رامين الشباك في البحر والخافرة متاع خبر السواحل الليبي معناها يجوهم هزوهم خلوا لهم 35 مليون غزل من 3 مارس لتو مطيش البحر. جريت عملت مكتوب للسيد قيس سعيد رئيس الجمهورية، عملت مكتوب للسيد نجلة مدن رئيس الحكومة، وزارة الخارجية حدث ولا حرج، معناها اللي قابلت سي عثمان الجرندي وعدوني القنصلية كذا مش نعملوا معك مش نجروا معك، إلى حد الآن ما وصلتش حتى نتيجة. أنا لاني بولدي ولا بطال لاني بروحي بعد زيتوني بعد رزقي بعد كل شيء ما عاد عندي حتى شيء. أنا هذا طلبوني في التوكيل، عملت له توكيل صححته في جبنيانة وفي الولاية وجبت الوزارة الخارجية صححته وجبت القنصلية الليبية صححته وبعثت ليبيا. هذا التوكيل، هذه بطاقة الإفراج. وقت يخرجوا البحارة من الحبس بتاع ليبيا لليوم يا اخوي لاني الله غالب ما عادش عندي. نطلب من السيد رئيس الدولة، نطلب من السيدة رئيسة الحكومة، نطلب من السيد وزير الفلاحة، اعطوني باش نعوض، اعطوني ورقة نعاود نمشي بلوكة جديدة. راني توي كاي قشار يحب مني 22 مليون، مددني مشيش كيبية ما عاد عندي ما نبيع. وقت اللي تحجزت الفلوكة أنت وين وقتها؟ أنا في اللواتة، ولدي يخدم، ولدي الرئيس. ولدك معناها؟ ولدي الرئيس، ولدي ومع 5 بحارة. ولدي روح قبل العيد الكبير بنهار، من 3 مارس روح قبل العيد الكبير بنهار. قالوا له برا روح، أنا القنصلية قالوا له برا روح، أنا حني لهين. وشنو هو أسباب الحجز؟ أسباب الحجز يقولوا دخل المياه الليبية. دخلوا للمياه حتى لكان دخلوا للمياه الليبية، ثم إجراءات ويرجع لي رزقي. ما عندناش، وين دولتنا؟ وين دبلوماسيتنا؟ وهذه الفلوكة اللي أنتم تخدموا عليها؟ هذيك الفلوكة، هذيك مورد رزقنا، ما عادش عندي، بعت اللي وراي وبعت اللي قدامي. سلكم بمحمد، سلكم بمحمد، سلكم بالقرآن، سلكم بالرحمن، ارحموني، انقذوني، ارحم والديك. يرحم والديك يا سيد الرئيس، راني تعبت يا سيد الرئيس، يرحم والديك. نطلب من كل فيه ذره من الاسلام ومن الايمان ومن الوطنيه يوقفوا معايا، راني تعبت. ولي سواقس ضربه ضربتين اني في الولايه، يقول لي عنده مشكله الزبله، كاني اكثر هم من الزبله، اني اكثر هم من زبله سواقس. ما اعتمدش مني انا، ما عادش يحب يقابلني. نكلمه يقول لي برا شوف حل، ما شكون مش نشوف الحل. ما عندناش جولة، ما عندناش شكون يرحمني. ارحموني يرحمكم الله. يا خويا طالب اعطيني ترخيص من وزارة الفلاحة خليني نعاود نمشي فلوكة جديدة. ها وثائقي كلها معي. هذا المطلب اللي طلبه ولدي من الوكيل العام الليبي. هذا المطلب اللي طلبه ولدي من الوكيل العام الليبي. ها هاوني مطلب ولد من منصور الصغير تونسي جنسية، هاوني إلى السيد رئيس النيابة شمال طرابلس وما وصلتش حتى نتيجة. الإعلام الكل تحرك معاي، ما خليت ما نحرك. عليه هكا؟ عليه؟ على خاطر ما عاد عندي شيء. إيش يجيبني لتونس؟ تونس جاية لوين؟ ماني راني نخدم على روحي، راني نوكل في صغاري، راني لاهي بروحي. راني مريض بسلسولي 4 فقرات مضروبين. من 29 فيفري موعد في الحبيب بورقيبة لليوم رجعت للسبيطار. عملت سكانير ولا نام ولتو ما عادش عندي لا باش ناخذ دواء لا باش نعدي لا باش نمشي. عليه هكا؟ عليه نستلف من ولاد الحلال باش يعطوني؟
امس واحد ولد حلال يقول لي، قال لي هاي 50 دينار برا تونس برا، حرك شوف شوف تلقى شحال. تو كي مشيت للاتحاد الوطني للملاحه والصيد البحري وتعديت للاداره العامه للصيد البحري بوزاره الفلاحه، تقول لي حتى تنظر للجنه. وقتاش مش تنظر للجنه؟ وقت اللي نموت ني نطفى عليك. عليه زعما هذا الكل كي ارحموني يرحمكم ربي، ارحموني يرحمكم ربي. تعبت في بدني، تعبت في عقلي، تعبت في فلوسي، تعبت تعبت في ولدي، لا ما بين يدي ما ثماش رحمه بالبلاد. معناها معناها خدمتك وانت ولدك واقفه من نهار 3 مارس. من 3 مارس وولدي شد الحبس في ليبيا، ومن بعد طلع من الحبس قعد حتى روحه الاولاد اللي معاه وهو قاعد في طرابلس يستنى في البلوكة. ما نجم يعمل شيء. ما نجم يعمل حتى شيء. القنصل العام وقت اللي كان يكلمني تو كي وليت حتى نطلب معاه شيء على التليفون. واو هاو تو تو على البلاصة، هاو نعطيك نطلب هاو النمر بتاعها ونطلب هذا كان هز علي. ما عادش فاهم قاعدين مش نقبل، ما عادش فاهم. نطلب من اي تونسي، اي تونسي في قلب الرحمه يعاوني، اي تونسي في قلب الرحمه يعاوني باش نعيش. لو قلت لهم خدموني، لما قلت لهم اعطوني شيء، قلت لهم شوفوا لي حل ببلوكتي. لا نحرقوا، اللي قاعدين يحرقوا قاعدين يضربوا بالباكو، يقتلوا بالعباد ويضربوا بالملايين. احنا نلقطوا في قدم خبز بالحنظل بالترياق بالمرار المر. شوفوا لنا حل، شوفوا لي حل بوضعيتي. شنو الرساله اللي تحب تقدمها للسلطات الليبيه؟ السلطات الليبيه الفلوكه من 3 مارس نتوقعها على يغصر، نتوقعها على يمشير. خاطر فلوكه لوع من 3 مارس ما تصيرش تايه، ما يتفقدوهاش، ما يميحوهاش، ما كذا ديناك تشبيك. نطالب من السلطات التونسيه، السلطات التونسيه يا اخوي اعطيني خليني نعاود نمد مركب، نمد فلوكه كيما العباد. ما طالب منكم شيء. راني عييت، راني تعبت، راني تمرمت. طالب رخصة. راني طالب رخصة باش نعاود. الرخصة الرخصة كتبتها للسيد المندوب الجهوي لولاية صباقس. باش يعاود يعطيني باش نعاود نمشي. يقولوا لي لا حتى نجي اللجنة. اللجنه وقتاش مش تحضر اللجنه بعد ما نموت ني، بعد ما سيين نبين ني في مخي. ويرحم والديكم بختي من غير مزيه، يكثر خيرك بنتي ويرحم والديك. ربي فضلك عايشك مسيو. خلي لك كلمه الختام. كلمه الختام نطلب من كل تونسي في قلب الرحمه يعاوني، يمد يديه معي. وبارك الله فيك. عايشك، شكرا.